شني شو هاي شني شني بلاك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني الوقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك ما عجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفة هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني يا ترى الخروف خلاص ولا مازال؟ أعزائي المشاهدين مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم نقول لكم مساء الخير عليكم أزول فلاون مرحبا يسون أنتم اللي خيرتوا قناتنا قناة الحياة الجزائرية نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا وإن شاء الله بربي نقضوا وقت ممتع مع بعض نبدأ الفقرة تاعنا الأولى والديباريو هيا الديباري الموسيقى يا صالح كونك صالح يا صالح رم كاينين بزاف الصوالح ومن بين الصوالح مشاهدينا الكرام انتم اللي راكم تشوفوا فيا راكم تشوفوا فيا نبداو بالجريدة تاعنا اللي هي جريدة الحياة تاعنا في الجرنان واك واحد الارتيكل لاقبية راه في الداخل في الجرنان كي نتصفح لاقبية قال لك تحويل زوج نقول عليهم مسكون ها تحكوته صاحبوه هذا الزوج واحد قالوا له هات تيريك منا والاخر قالوا له هات تيريك منا حبيتي تروحي منا روحي منا وحبيتي تروحي منا المهم ما تقعدوناش انا هذو كانوا قاعدين في وسط واحد الجماعه اللي قبضوهم يا ها ديريك يا سيدي ها ديريك نقول العصابه اللي راهي في الحبس تاع الحراش راهم دايرين كيما يقولوا قلال كبير راهم مقدرين السيل داخل هذو من الحراش راهم يسابوطيو لبرا مير سؤال المقربه الكبيره كيف راهم يسابوطيو ليه باي سابوطيو باتسابوطيو معناتها راه عندك الولاء راه عندك المسامر اللي مازال معاك هاو قبيل انا هذيك النهار قلت بلي البروسبار البروشينغ لا مازالوا المسامر السقيرين هذو سقيرين لا راهم من جدارة هذو واحد راه هاك وواحد راه هاك كما قال المغني قال لك راينا هاك ورايكم هاك هذو كانوا يسرقوا مع بعض ياكلوا مع بعض كانوا يشطحوا مع بعض الدرهم اللي داوهم مع بعض كانوا في الاف سي يو كان اللي كانوا مع بعض هما لا دركا كل واحد تتفارقوا تنطبق عليهم هذيك الغنيه تاع الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه ولا ذروك اللي حكم السيديس السيديس وحكم من النورديست النورديست روحوا للموضوع الجاي ورانا ماشيين في الطريق ودوك نشوفوا واش راح يصرى ها البارح اخوتي يا جماعه الخير راهي صرات حاجه مليحه لاقت بيا بزاف هذه اش هي رئيس الجمهوريه دار قرارات صارمه جدا وشفناه في المواقف هذه وين كان صارم وحازم صارم كالسيف كما يقولوا هذو تلاقى مع الولاد كي تلاقى معهم نشوفوا واش يعطيونا الفيديو ذوك الضبوط الله نشوفوا هذا التصويره تلاقى مع الولاد والمسائل وكان صارم وكان من بين القرارات المتخذه هي نقاط هائله ودائما تصب في مصلحه المواطن الجزائري البسيط القليل المغلوب على امره انا من بين النقاط ما نقدرش نهدرهم كاع ولكن كاين واحد النقاط لاقوبيه بكري العصابه واللي كانوا يحكموا اللي ما بغاوش يروحوا هذوك بالسيف براحوا المسمار البروش حتى عوجناه وباستار ديفيسيلمون هذو اش كانوا يديروا يا جماعه الخير كانوا يحكموا ضد الشعب ضروك راح تكون الحكم مع الشعب انا على حساب واش شفت فيه قال لك ادراج المجتمع المدني مع الدولة يولي هو كي شغل ركيزة من ركائز دولة مشاورة يقول لك أمرهم شورى بينهم هاو هذه الديمقراطية تاع الساحة التشاركية ليه باسكو في أي ولاية كاين ولي الولي ما يقدرش وحده مثلا يعرف الولاية هذيك يقول لك الناس تدخلها برجالها الرجال هذو اللي يتمشوا قبالها ماشي هذوك السراقين أكوش والدروات هم كاينين يقول لك حامية حرامية لي تريت هذو اللي رامي الداخل ياكل الغلة ويسب الملة يعرفوا غير هما همو وهذو اللي مازال ما راحوش يا جماعة الخير
وبيروحوا لازم يروحوا. هذو المجتمع المدني يساهم فيه في الاقتراحات. هاو كاين فكره خاصه الناس اصحاب العقول اصحاب المفكرين النخبه الناس اللي هذوك اللي كانوا ايكارتي هذوك اللي كانوا مهمشين على بالهم باللي الناس اللي كانت تاكل وتسرق وطعامهم ما حبوش يسيروا معاهم ما حبوش يرافقوهم على ذيك ما كانوش يبانوا. مي كان مجموعه واحده اخرى يسموهم الانتهازيين هذوك وين يحضر تصيبهم في الزراتي ويقولوا له دائما في لو روي مور فيف لو روا. كي يجي والي جديد يبداو يشكولوا على الوالي القديم وهذا الوالي الجديد كي يروح يزيدوا الوالي اللي جاي يقولوا له هذاك اللي كان ما كانش مليح. هاو كنتوا تقولوا لها للوالي نهار اللي كان حاكم البلاد في ذاك الوقت تقولوا له تا الحموم في وجهك ما كنتش تخدم نورمال. لا ليه ما قلتوا علاش ضروك اي واحد هاو فاقول لكم درك هذا المجموعه كاينه مجموعه او ميم طون ماشي ياك يقول لك التداول حتى المجتمع المدني ماشي توجور الامام. هاو كاين ناس مازال في عمره 90 سنه مازال يحضر في المجتمع المدني ليه ما يجوش الشباب وكاع المجتمع المدني بدون اقصاء. هذيك الفئه الصامته اللي متكونه من نخبه فيها صحفيين فيها مثقفين فيها طب فيها يعني ان بو دو تو حتى الماسون مانوفري كاع الناس تشارك كل واحد يدلي بدلوه. هذو هما العيون اللي تشوف الامور اللي ماشي مليحه ماشي غير وين يشوف احمد دا وهذو اذا بس اسمح لي ماشي السياسيين هذوك اللي كانوا يسوتنيو اللي هما سبب الخلل البلاد هذوك لا المثقفين يا جماعه الخير هذو هما احنا اللي نحوسوا عليهم باش يتلاقاو مع الوالي والوالي يدرس الوضعيه وتولي الديمقراطيه التشاركيه وامرهم شورى بينهم ولا كيف. نروحوا الى الفقره المواليه اعزائي المشاهدين. همي همك همي عزيزي المشاهد انتم اللي راكم معنا وتشوفوا فينا هو همنا. نشوفوا هذا الفيديو القصير ثم نعود اعزائي المشاهدين. بلادي في محلي محقور في محلي ما مهضوم حقي في محلي العمال ولادي ما يخدموش ولادي ما نشربش الماء ما راه من 69 رانا لحد الان نشربوا البتيه ورانا في 2020 في محلي حقي مغدور. ها واش كان يقول الرجل اللي كان الرجل وجه الخير اللي كان يهضر من هذا الدشره ونقول لكم وين اكزاكتلي نقول لكم وين نقول ولا ما نقولش في منطقه ام العظام وفي دائره ام العظام هذه البلديه تابعه لولايه الجلفه وهذا المسؤول تاع البلديه هذه ملمير وشاف دايره راهم راحوا كيما يقولوا فريتوملاتا وان شاء الله يتحاسبوا ونشوفوا بالك هم راحين يتحاسبوا سي نورمال يحاسبهم ربي وتحاسبهم الدوله ولا كيف اعزائي المشاهدين. هذا الرجل الزين اللي كان يهضر والمواطنين اللي كانوا يهضروا شتهم من كانوا يشربوا. هنا نعاود نرجع لل واش قال رئيس الجمهوريه من بين النقاط اللي قالها قال لك كاين ناس يدشنوا منطقه وبلاصه كما يقولوا غير وين يشوف احمد. نهار اللي تدشن المنطقه هذيك تبدا قلل 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 ايوه هذه في خطركم المنتخبين الشعب الشعب على بالكم غير الجماعه اللي كاع جماعه الولاء هذو في وقت فات هذوك الجماعه اللي دشنوا تجيبهم عاقبين في الكورتيز كاع طوموبيله تكحل ضروك خلصت لهم هذه ضروك راهم يركبوا كاع في كار والوالي معاهم بكري كانت الشوا والزرادي وهلو مجرة وعلى بالكم شي يعطوهم كادوات يعطوهم واحد يعطوه برنوس واحد يعطوه عود يروح يديهم من ذاك اذا خاطر يقولوني باغي نجي للبلاصه هذه لا البلاصه هذه دهان والعسل والمشوي لا مليحه بصح المسكين المواطن الزوالي الدراهم اللي كانوا يروحوا له من المشاريع خاطش مشروع مثلا يكون بار اكزومبل مشروع فيه بالك 500 منيار ما يصرف منه بالك غير زوج مناير الاخرين كاع كل واحد يروح اونشيني كل واحد يدي حقه على بالكم اللي يدوا حقهم شكون كاع جماعه الدهان يسير اللي داو الدهان الحقيقي والدهان تاع الدراهم. بصح انا هنا نطرح سؤال على بالكم الشركه الكبيره تاع البترون وين جايه؟ جايه في حيدره ليا حيدره فيها كلش تو فابيا وهذه ثاني من يعني هنا واش حبيت نقول انا مانيش نقصد حيدره عطيت مثال باريسكو بار اكزومبل كنولوا نخمو هذه ثاني نورمالمون تتبنى فيها مشاريع وسكنات ريفيه والربط بالغاز والربط بالتريسيتي شتو الناس واش رايت وين رايت تشرب راه ماشي من القربه غير بالقربه القربه شكون الحق ليها والقطران يشرب من طاس تاع بلاستيك وبينما واحد اخرين راهم يشربوا من طاس تاع ذهب ياك الدراهم هذوما الشمس تشرق على الجميع الدراهم هذو تاع البترول اللي بدم الشهداء هذو كامل يتوزعوا للجزائر لماذا لانه كاين عدم توازن في توزيع الدراهم وانا مديت ليكزومبل
الشركه الكبيره هذه جايه في حيدره، وشتوا حيدره واش فيها؟ راهي قريب ناطحه السحاب، وهذو راهي تنطح فيهم السخانه والشتاء والجفاف هوا كاسي با نورمال. لا نروحوا للفقره المواليه اعزائي المشاهدين. نورمالي نو قد قد ولا قد قد نو نورمالي. نشوفوا هذا التصويرتين ثم نعود دون دي سيكوندا. هاكم شفتوا هذو راهنا الرئيس تاع اثيوبيا، هاكم شفتوا هذا المواطن تاع اثيوبيا اعزائي المشاهدين قال لك تولي اكبر مصدر للطاقه النظيفه، هاكم فهمتوا عليه؟ يعني كي نقولوا الطاقه هي تريسيتي يا جماعه الخير، تريسيتي اللي راهي تروح وتجي عندنا، تريسيتي جينا نورمال منين تجي من الماء ولا كيفها وجوه الخير؟ هنا كاين حاجه دوكا واسمو الرئيس تاع السيسي تاع مصر واش راه يقول؟ انتوا عايزين ايه مننا؟ انتوا خربتوا بيوتنا، حسنين يتقوس فتحيه، وخوتنا تاع السودان راهم يقولوا دمعه سالت على العين سالت سالت على الخدين. الامر يتعلق بايه يا اصدقائي المصريين واللي راكم تشوفوا فينا؟ يتعلق بالنهر والكبير هذا، يا كيما نقولوا هذا النهر يصب تاع النيل، بصح كاين واحد البراج كبير داروها الجماعه تاع اثيوبيا. اثيوبيا اللي كانت بكري نحن نطوم العدس واللوبيا والطماطيش والزيت تاع السانغو، يا وضروك راهم بول قطب كبير اقتصاديه عالمي. شتوا لي غراتيسيال تاعهم كيف راهم دايرين ولا ما شتوش؟ شتوا هذوك الطياره تاع يعقبوا السما قال لك المطار تاع الكبار تاع العالم راهم عندهم، بصح هذو باينين كيفاش ديمارا النهضه الاقتصاديه تاعهم. هذو داروا القلب، كانوا في المجاعه وضروك راهم من بين الاوائل، وهذا البراج اللي داروه يقول لك من بين العشر براجات في العالم اللي داوم، بصح هذو كانوا يعرفوا قال لك كيما يقولوا المصريين يتعشى به فافطر به قبل ما يتعشى به، عطاه اضرب له بالملوخيه بالارانب. ليه؟ باسكو هذا السيسي ما تبعش الرئاسه الاولى تاعو اللي كانوا من قبل، اكسبسيون تاع مبارك اللي طول شويه، جمال عبد الناصر كان شاك فوا يهضر من يتلاقى مع ذاك الرئيس تاع اثيوبيا يقول له اتاسيو اتاسيو تمسنا تخلط في الماء اتاسيو. انا على حسب فهمتي وقيل هذاك اللي اثيوبيا ما فهموش، كان هو يقول له ما تمسش الاخر يقول له والله ما زيد العاود، مي في قلبه قال له غا بيان كي غا لو ديغني، اللي في القلب ما يعرفها الا ربي سبحانه. سرقوا لهم الماء راهم رايحين يزودوا كاع لافريك بالتريسيتي، التري لي سافريكا وباطل له لي سافريكا واش يديروا يبلاسيو غير البوطوات. السيسي قال لك الخط الاحمر تاعو حول الوجهه تاعو، ها وين راح؟ الخط الاحمر تاعو راه في سيرته كيما نقولوا سيرته في طرابلس وفي بنغازي، ثم راهي الدنيا كاع لك رجع حاجة حمراء، راه ثم وين يروح لا لينروج، حب يدير الحرب ثم في جاب لي ربي وقيل الماء راه ديتورنا هو فهمته، بالك راهو داير في راسه بالك السد ماهوش جاي من اثيوبيا، ماشي من اثيوبيا راه جاي من ليبيا، على هذه راهو يخمم يقول لك باللي راه جاينا من جهه ليبيا. ولكن اعزائي المشاهدين اثيوبيا اكل الحلو، راهم داروا تريسيتي وداو كاع واش راه حابين وسكروا له الموضوع كما يلحق الماء لا خاطش النهر النيل يعقب على السودان ويعقب يروح للمصر. ذروك انت كي يروح لك الماء ونقول الناس ما تلقاش واش تشرب، يقولوا المصريين تاعكم يغنوا الغنية تاعنا تاع جا الماء يا دلالي وجا الماء، واحنا يا بالك ربما مع اللي احنا داخلين في الافريك اسيدي، احنا جماعه اثيوبيا احنا ثاني كي كنا نمد لكم العدس ونمد لكم الملوخيه وكنا نمد لكم اللوبيا والزيت السانغو، ها عاونونا احنا ثاني تريسيتي راهي من ذاك تروح وتجي من لي زاك دو سابوتاج، هاتونا تريسيتي احنا ثاني رانا مستحقين التريسيتي ولا كيف يا جماعه اثيوبيا؟ ها قال لك اللي كلا دجاجة الناس لازم يسمن دجاجة اثيوبيا. نروحوا للفقره المواليه اعزائي المشاهدين. المخ في الصباط ولا الصباط في المخ؟ نروحوا نشوفوا هذا الفيديو القصير ونعود نولي اعزائي المشاهدين. هذا لعاب كبير، هذا موهبه رياضيه من العصافير النادره تاع بلادنا. يتعلق الامر باسحاق بوصوف، هذا اسحاق بوصوف عن قريب ان شاء الله يولي في مانشستر سيتي لكتب رب العالمين. هذا من المدارس الكرويه تاعنا هنا في الجزائر. هذا اللعاب هذا راه موهبه ماشي مهويبه. السؤال المطروح كاين عده مدارس راهم طالعين كيما مدرسه بارادو، كاين مدارس تاع مولود لازمو، كاين مدرسه تاع ميلاحة حسين دال، حسين دال المشروع تاع شبيبه القبائل، شباب الكور المولوديه اللي يسمى قسنطينة سكيك داباتنا والرقلة بشار، راهم كاينين مدارس. هذو المدارس راهم يخرجوا في الاولاد، الاولاد هذو راهم طالعين
بصح كي نشوفوا تو عنا يحوسوا على هذوك اللي راهم في الخارج، ولا هذوك ثاني جزائريين انني معاهم 100% كذلك، بصح كاين اللي راهم يتكسلوا علينا يقول لك حتى نفكر ومانيش عارف، او العلم تاع الجزائر في قلبك. هذو اللاعبين تو عنا العصافير النادره اللي راه في عمره ذوك 12 سنه و14 سنه وراهي يتكون، كي واللي يشوف تو عنا الذروه كيحوسوا على هذوك اللي راهم في الخارج. كاين اللي في الخارج ما حوش يفهم، هو اللي دار الباسبور، هو اللي خدم لك وغط وجا ديريكت تسوي تاع. كاين هنا كاين بارادوكس، كاين تناقض، هذوك لازم نفهموا روحنا، يا ناليمونتيو ونكونوا ونساهموا ونساعدوا المدارس تاعنا اللي راهم يخرجوا لي جوار، وما ناكلوش حقهم وما نولوش السبور اللي هي البطوله تاعنا هي اللي تدي المناير بزاف، بصح اللعب كوب الماتسي بالرغاوي ونقولوا نحوسوا نستنزلوا بتاع الخارجه. افهموا رواحكم يا جماعه اللي راكم حاكمين سبورا، يا تعاونوا المدارس الكرويه تاعكم وتاليمونتيهم بشويه اللي جوار تاع الخارج هذوك اللي فريمون يكونوا كيما نقولوا حنايا توب دي توب، خاطش حنا راه عندنا هنايا توب دي توب وراهم يدوا من الخارج. ليكزومبل عطال بن سبعيني، كاين بزاف اللي جوار، هذا اسحاق بوصوف، ولا كيف يا جماعه الخير. راه نروحوا للفقره المواليه اعزائي المشاهدين. ميكرو فن ولا ميكرو عفن؟ نروحوا نشوفوا هذا المقطع من ميكرو العفن ونعاود نوليو اعزائي المشاهدين. وقاتلت الكورونا ويا دارت لك الغيمة، تمشي كيما قاتلت الكورونا. انت اللي قصدك الكورونا يا اللي راك تغني فيها، نقول لك ليه قصدك الكورونا؟ ما قصدكش الكورونا الفيروس، قصدك الكورونا تاع مخك. هاك سمعتوا الموسيقى تاعو، هذا الفنان المتألق العبقري اللي أبدع، راه طبق هذاك المثل تاع اللي يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائدها. هذا كيفاه؟ يسمى أنت عندك الكورونا تقيس غير للمؤنث، ما تقيس المذكر، مع سبب تقيس غير البنات، وكي قاستها الكورونا يسمى تارك تستشفى فيها كي درت الكمامة. احنا رانا نقولوا ديروا لي بافات باسكو الفيروس راه واعر، يوم نحن ذوك المثل انا ما يتفرجوا فيك الناس بالك ربما اللي قاستهم الكورونا، سما تارك تستشفى الكورونا بعد ما كانت الناس قتلت ناس ومرضت ناس واقتصاد تاع بلاد راح والعالم قاع يشتكي والناس يتخرج في الفيروس، وانت هي تغني على الكورونا، ولات الكورونا بالنسبه ليك انت هي كيشغل مصدر تاع الهام تاع غنيه. والبروبليم سيك هذا الفيديو جاتو في عرس، والعرس هذاك ماهمش مطبقين كاع العرس، ما انا كريكو داروا القوانين ويشطحوا عليها. شتو كيف المستوى وين راهو؟ طالع طالع فريمون، طالع 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 ليا، باسكو راه هذه غنيه علميه وثقافيه وتكنولوجيه كم تسمعوا فيها، خاطر شطحت النص تاع الغاشيه. والبروبليم سيك هذا الفتاة اللي غني عليها كيما كيستعير كيما يقولوا الاستعاره كيما الشعر الجاهلي، ها احنا دوك نتفكروا عن عنتر بن الشداد واش يقول؟ ووديت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسميه. شتوا واش قال عنتر في الوقت الجاهلي؟ ما كان لا الانترنت لا فيسبوك لا انستغرام. وهذا العبقري واش يقول؟ راهي قصدتها الكورونا، راهي تتمشاكي الحمامه ودايره الكمامه، روح انت داوي روحك بالكورونا اللي راهي في كرسيك. اعزائي المشاهدين، مشاهدينا الكرام، اينما كنتم وحيثما وجدتم نقول لكم تبقوا على خير يا وجوه الخير، ونتلاقاو ان شاء الله في مثل هذا الوقت غدوه ان شاء الله. الى اللقاء واتمروا يا من عاس يا جماعه الخير، باي باي. صحيتو صحيتو صحيتو، شكرا شكرا. يا حي وشكم لباسكم لها هيا قلع. هاي شني شني يا شني شو، هاي شني شني بلاك تنني، هاي شني شني في الحياة تيبي، هاي شني شني كل شي مكشوف، هاي شني شني من دشرة لدشرة، هاي داني داني وراني نصور، هاي داني داني يا شوف تشوف، هاي شني شني وقت المكشوف. هاي يا دلالي والفن تدفن، هاي غني غني أكلام ما يعني، هاي داني داني ويا داني داني، هاي شني شني وصوتك معجبني، هاي شني شني ديك الثقافة، هاي داني داني راحت الفكرة، هاي شني شني ولا تخافة، هاي داني داني يا راها تلفى، هاي شني شني والماتش مبيوع، هاي دني دني شكوى للفيفا، هاي دني دني نبكي بدموع، هاي شني شني بيستو معرفة، هاي دور دور والعرس منور، جيبوا البطاطا وخروف مصور، هاي شني شني